يا اهلا 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 وسهلا، مرحبا بكم برجلكم. مرحبا مرحبا مرحبا، اهلا اهلا. شنية الجو؟ اهلا. باش نستريميو كان في اليوتيوب اليوم ان شاء الله، ما فماش لا نيم ولا تويتش لا زب من الاخر. من هنا لين حتكشي يجاوبونا على البارتنر في التويتش، ما جاوبوناش يدهم في الزب، يعني انا بقو نستريميو في اليوتيوب وبقول على صرمهم راح بالتويتش. واضح تيهاش فور ذا وين بيان سور. الزب من الزي وهو حالة زب الأغنية المباشرة ضيع بشنيك ننهار بكوبي رايت. تراه فوكس دور لاسترا لنا مخاخ مكسترا، ننفخ في دبوس نقيس بعيني مش بالمسترا، فما كان البسترا مقصرة في حقوقي الدنيا قحبة، ما تجريني ونيك بالمشطة اي سلوكي فيك قصر في رقاب، لبسكم نقاب ربع عقاب لنا حم غراب قداحة واعود ثقاب، ما نسبش بلاش اسباب وانتو ما لزيتوني، نقص ايديا كان وجعوني وفما زبي منو شدوني، نعيش مع مرضى معدوني ما قريتش بيطارة خارج من زك الزهروني. دام حين ما يسارة دام حين ما يسارة دام حين ما يسارة خارج من زك الزهروني، تونس موشي ينقارة تونس ماهيش يا لاسكا فتشة بلا ماسكا بزوز شرب تعمل أبسولو طولة دينسكا، تحبوا عاللجوء واللي عنده كتف راسكا تعيشوا باللجوء لين من الأخرى لبستو كاسكا. حين ما يسارة 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 كاركتير مبوزي تتميك حين ما يسارة للنعبين زكا الشر اللي خرجت على السيطرة. فلوسي منين الناس حارت لعبة ما غلتش القصر اللي صغارت، الناس اللي غارت ما تخافش من لورد الفورد الدور بجوههم اصفرت ديكتاتور، ما كنتي اللي اختارت حاكم زبور وزيد ما دولو فرد، ما جيتش نتشرد ثنية بابورو خل نمشي نتشرد، خلي ياكلني البرد ونبات تحت قناطر تونس الحبس وقوم هاكي سناطر، ناس اللي تاكل تستنبط مشاكل سكاكن وسواتر ما تاخوش بالخاطر، ما فرقت تناطر تير تيران ثوقي وسيوفة حندير كيران نطرة موصوفة تكسير بيران اخر حربوشة تقدير سيران، خل نخرج خل نهمل تونس كي زبي كان نقعد ونهبل نكفر ونجهل عيشتكم نعيف، عطوني فيزا في السيف ولا نشد لكم بوليسة بالسيف، بوردي ليك عاصمة فزوك النور افريك ناس تفك ديكورها فريك اكبس اللاستيك جنينة ولا براو. حين ما يسارة دام حين ما يسارة لنا لداعش لزبي مش كيتني كوم اجزارة، دام حين ما يسارة دام حين ما يسارة باس حتى اللونج بورد راهي عندهم منها. صب لهوة وطحين كان في بعضنا جينا في الحين زوز في عركة هزو سبعين لين تحشي للوذنين فك بايك لنا مكتوب ما يصير ظلمت ناس يصير على العصير فما ربي كبير خدوا كله بجروا ما ينسوك ساترين بلاد المصيبات زبابر مضيفات موبيلات جيب الموبيخات الموبيدات نازل صوبي بقات نعيشوا في نقبات تخراوين تسقات
لنا كان الوفايات وكل الكروز بالقح بالفات عندي فراسي انفيلات دولة ما فما في قاموسي ما نعيشش بالليتيكات لتوا نمارس في توقوسيني كل حاكم واللعبات فلوس شعب مش فلوسي وجيب النيكو وكل قحبة اللي تغني لزبي قدوسي شاد فران بليس ارتر مدخل ساقي في العجلة نكتب تيتر فانكاردر يا يونس فينا من هنا الاثنين كم اسبيراتور زبور الملهت المهج العرب ماكم شي بربير وبالقحاب تقيس الرجلة حينا ما يسارع تام حينا ما يسارع لنا لدى عشلة زربي مش كتنيك وماش سارع تام حينا ما يسارع تام حينا ما يسارع لنا عباد نكهة الشر اللي انخرجت عالسيطرة تام حينا ما يسارع تام حينا ما يسارع غدايا حيلة مسيرة زبر حيلة ميسارة لنا عبيد مكشر اللي انخرجت عالسيطرة حتى باكا بكتب عليها بصرة في الزيتون ليك زبي ولا قال لي راي كي يعني مجيب بخادمين عليها متاجر عاوز لي في فمه وانتقى زبر عم اي انيميز نطوي الصفحة عاود الصفحة جديدة اي اي عصبة ليهم نحن الأصل والباقي التقليد والله يشوف أما حاجة أخويا باش نقولها تحب ولا تكره كنت باش نحلك أما أخويا محجم اللحية وزبي وبرشا ميمز وخايف من ميمز خوي بعد نولي خوي تقشتينا في الجروب نتاعنا سيب زبوبنا مرني يا اخي ناكلي باب الحاره كنا رات يخلي شليغه بكيك الترول يا اخي ناكلي باب الحاره سيب زبي مرنيك نجيب الروح زبي في السب مرني لا 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 جيت نيك قال له هلكا مشتاك كام يا اللي جيت نيك نيكني نيكني يا هادي كان مازلت نعاود الراس لا 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 بدلت باش تك 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 نحو الماسك الريفولفر ندخلوه في الكهرباء حلوه هاشتاك برنيك يا لايك اش فهم برنيك برنيك تعرف هذيك يا رنيك تحال جامعتك صح بعد نولي كيف جوكر الزب ما بتين ومنتفين وشعر سيب زبي ليلي نهارين اخرين تاعنا عاودو نهلو كامل ليلي توا لقيت نيك ليلي وسهري في الظلمة تجي دلة
بتريك دربي سربيني سربي بش ما يحنش قلبي لاصحاب العلا يا شوارع تافيا مريض ومرضي كوبي رايت ليه فيش كوبي رايت وينو بيبيس والله ما نعرف عايش حياتي يا غالي ولا العبيل ما كل ستريم سبونسرد باي أكرم من زبي والشباب مرسي يا شباب مرسي عمري ما نحسب اي مين تفكر شوارع لي صنعوا الوان حلولك وحش تصور الهم لتشرد في بيلي مسج دروس وقلب نزيد نفس الاسم ليش تبعك نفس كتسج شيعة مسج وفي حد الزين زدود طب تطبيع في الناس الشي حاول اللي عاش اليوم واللي ما يعمل ليش كيما ترفينا خليه زبي ولا ما خمجني فما واحد قال لي هتشات خبي سلاح الزبي قلت يا اخي ما خبيتوش نفكر اللي انا خبيت مش عارف تحشي هودي زبي مالك هذيك ما اسمها ميتا جيمينج ها باهي يا ايام ذا كينج امشي فهمك 30K كام ب 30K جيف واي ما خلاص سربرايز حشناش بالزيد اللي يجي على شيء الجيف واي ويمشي بعد على روحه باهي شني كنت باش نقول لا ما هوش هي في الرولز نورمالمون كي تتضرب انت ولا يضربك شكون كارتوش ولا بي حكاية ويجيك له يماس ويفيقك راك تبقى تتذكر ومش تنسى معناتها اما في اللحظة ذيك كنتاع امينوت تبقى معناتها مرهوش كما نقولوا نحن خاطر هو شنية يفيقك له يماس وكل شيء بشوية بشوية نجم تتذكر معناتها مش تنسى جملة فهمتني انت كلي كاينهم فلاش باك يجوك فهمت شنية هو الكيف وي والله كي جوتيا يمان انا لعبو كان جوتيا اهلا بحشيش اهلا انا جيت على خاطر جيم وي شتعم بيه جيم وي حشيش مرحبا بيك حشيش يا غالي لو انا جيت على الو برونتو الو 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 بلا دقيقة عندي شكون تلفيت السلام عليكم وعليكم السلام شو عم سيد عون ها؟ كيفية ذاك الفيل اللي حرق حرق ذو والله ما شلق سيد العون سامحني اخويا حقك خوده قال الكرب على اليمين محكي مش بالثيه يوسف
سيد العون ياك توقف الكهرباء سيد العون سيد العون نايم سنقاريها اما ما هو بس ما تقول بس يقطع ولا حاجه خاطر نخدم ميكانسيان لنا راه ها سنقاريها اي ميكانسيان زيرو بس ماشي بطاقة تعريف ثانية بطاقة تعريف بطاقة تعريف تكفي معنا وانت تسوق قاعد ماشي البرين انت تسوق فين يا انا سوق لا لا ما كنتش تسوق الكهرباء هذه كهرباء الخير هذه سوف نخدم ميكانسيان هذه الكهرباء نتستي فيها عندي الحق اني بس نتستيها ولا ميكانسيان ما عندكش برمي ميكانيسيان 100 متر لا 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 البرمي برمي في الدبس نتاعي يا ما زي خدمه ميكانيك معناتها كسوفها ما انت تتلبط بكلها وتي ما ميكانو معناها ما لازمكش بجرب يجاك تحب يحشي هون اه نمك اه هزربه اي سيف معلم تضرب البوليسي هكاك عادي والله انا ضربت بوليسي يا ودي قتلته والسيد قريب سيموت ايزي كلم له سبيتا كلم له يا ماس كلم له طبيب اه نارك البوليسي مساء البوليسي مساء كلم له طبيب كلم والله من نسكي بيك يا ودي سامحني بس دخلني والله راه في عيني مريض حتى شيء دجا هك تعديت ما كانش تريد كلم له طبيب كلم له طبيب وانت تهر السيد بس يموت ما بين يديك ماني نكلم له وين لا حول ولا قوة الا بالله ليش انا حشينيه شو اسمك اودي انت اسمك انت يعني ها ما يجاوبش هادي بعث له ميساج بنيويو من ندور تحنينا ميرسي يا امين يا غالي عايشك بيك لوف عايش يا امين يا غالي انا نحبك يا برو عايشك ميرسي بوكو سيبوكو العباد الكل بالرسمي تسيبورت حتى مش فلوس معناتها سيبورت كبارتاج لايك تعمل اي فازة حتى تعطينا مساج بوزيتيف حاجة باهية يا اخويا بالرسمي اي ابريشيتد يا سيد الطبيب اه يا اوه هالو انا لنا سي طبيب ايزا ايزا البوليسي دايخ ضربوا هذا بالكهرباء يوين هو غادي ها هو ها هو ها ميسكل ستاك ستاك وين مش رافي ميسكل يا بهين بوليس الرهانة ورقود زبان استنى كان ايه هو هو نمر الصبار قوحب على السبي لا هذي هو هذي هو 32 سي اه نارك هون فين الزميل اثنية هذا هذيك السوات فما زميل جاي اخا اي اي ضربه هذا بالكهرباء يا زميل مريقل يا زميل برا زميل برا شو بابا كيف يضرب والله يعرفوني جيت ميرسي يا احلى تشات عندي شويه دعميش ممكن اقص كيس ميريتوتي جا كان بعد جاني هذا قال لي راك تضرب ورجعت من فتره اي صحيح شو ديرك قتل على وجهه ترى لاباس يا سي طبيب كلمت لك يا طبيب بس ما نعرف كيف هنا فهمت نعرفك انا بلا برم سيناي كاي على خير صار لي تكزين بدلوك المشي السلام عليكم وعليكم السلام شكرا سيناس اسمح ويلك سيناس بلي عادي لي فاتورة 3 ملايين علاش رجلت اللون تاع الكهرباء 3 ملايين وانت زميل
هاي زميلك ابو حميد هو تعدي فاتورة تعمل كهرب كاكا تي ما صاحبي عدلي لي خلص لي فاتورة هاي الله من قود بيك لا يعرفني بيشا وصحي اخويا الكبير هذاك وانت بويا محمد ديك سنة مرسي سفك الكراب برانز وزب السلام عليكم لباس منظور وينك يا ولد والله كنت مع العائلة امي كبشت شوية ليامات قلت لي والله لك ماشي يعني اثنين مشيت لهم لا 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 مشيت لهم كولومبيا اي واضح واضح جبت سوي زرير من غادي جبت الزرير وجبت ايه كان وريك السلعة اللي جبتها اثنين جبت اسمعني جاني فرقة يعمل لي فما سلاح كبير قاعد يدور في المدينة سلاح كبير قاعد يدور كيف سلاح كبير قاعد يدور فما كان ذو سلاحات كبار وخمسة اسمه وثلاثة اسم زي البارح عطيتهم من الولاد وعند خليتهم عند باديس اش صار البارح؟ البارح صار بارح ما متفاهمين بس نعمل الاستماع وذب وينك؟ ما قلت لك مشيت اسمعني مشيت وقت الدار بحضر السيد الوالد قلت لي كم هالك مروح قلت مروح معناتها خارج من الدار خايف عليا هي ليامات ما تعرف هذا ميامنيس اسمعني اسمعني سنين سلاح لي دور الكبير فما حتى سلاح خير اي خمسة انا ما نعرفش بالضبط جست قلت لك معناتها الانفورماسيون اللي جات اي واضح تنزيد متاكد وكل شيء تنقل لك باهي اسمعني اسمعني سنحاول نكونتاكتي البارح عملت دارك تساعت انا وباديس قلت له هذايا بس كثير الكونتاكت متاعي انا وياك بس نقول له راهو ما البارح ما لقيت ما نعمل نسيت كأني بعثت الناعس اللي هو انا معناتها بعثت روحي ما انت قلت له كاين ما انت وصيته كأنا بوس قلت له برا امسي يا ناعس كلم باديس وعطيته 20 مليون بس يزي باديس واضح المهم مسيت له معناتها وقلت له راه حاسته بك قال لك اذا بلاص العاده بس نزمت بقيت نستنى فيك اكثر من ساعتين المهم بس نحاول نكونتاكتيه اليوم فك الدرك تسات هذاك ما بيني انا وياه كبوس كارتيل نقول له وكل وليد هذاك الناعس هاكا فيف دخلوا معاك معناتها في الوحده بس نبدا نراقب معناتها من قرب اكثر واكثر فهمت نسمع كيفاش لورد درويت وكيفاش قاعده تخرج لمفوات فهمتني باهي فكره باهي ما نحبش نخرج ديما انا كبوس كارتيل وكل شيء نحب ديما يبقى معناتها على ذنب ما باسم يطيحوا حد ما تصير برشا كونتاكتواتك الحكاية هذيك ولور درويتا تصير معنتها كان كلمك انت ولا معنتها نعطي للباديس بس لي مساج وتا نوصل الحكاية فهمتني خير هكاك بس ما نتحبس وقت كان ناعس معنتها اون باهي واضح فما كرب حكيها باهي حكيها بس اسمعني كان هكا تنتقابلوا من بعد ونشوفوا شو فما وشنو البرنامج معناتها باش نعملوا كل شيء حتى كان ناعس معناتها مثل قلت لك معذب سام اي 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 فهمت جست تو عندي سؤال شو حكيتوا مع البنجويت؟ والله حكينا بخصوص السلاح وكل شيء المهم بس نبدو اليوم ننحوا في السلاح العباد نحاولوا حتى ناخذوا معاهم ديل ولا حاجه وكان تقوا بالعنف يحبوا بالعنف نعم ناخذوا بالعنف واضح مازال عندك سلاح زين ولا اي مازال عندي سلاح عند باديس قلت لك اوكي باهي نشوف انا باديس عنده جديد ولا اعطيها من الدمار ولا حاجه لا خلي خطره اللي عنده كونتاكت مع الولاد وكان باش يعملوا حاجه هما اللي باش يعملوها مشان واضح عمل لك كاويت ما نحبهم يخرجوا لحتى حد
طب اكويت اكويت الكبار اي الكبار قد افهم الكعبه دوس دقيقه بالله دقيقه ويت فما سيد فما يجي واحد واحد سيب باب محلو تسبيك انت هز كربتك وبر امسي رو باي السلام عليكم مي كيفاش ماش كنت احكي لا كنت نحكي مع زوز مفرخ قدام ميكانو ما هو لي زيران لازمني ثلاث ثواني ما حتى انا جيران كنت تلف في الذره الذب باهي المهم اسمعني دون قلت لي فما زوز زوز زكاويت وعند بديس زوزة اي عند بديس زوزة اوكي باهي اوكي اوكي باهي واضح وخلنا نمشي نشوفك الفراسات عامل بس نحو السك الكل فهمت قاعد نلعب في اللعبة دجا... بس نحي السك على روحي زمن دجا تو باش نمشي نشوف الولاد اللي كانوا في الجينج قبل معايا نحوس معاهم كدورا باش نمشيو على البحر وكل شيء باش ما شفتهمش اليوم تشيل السويعة هذه وبعد انا بس خدمة اوكي بعد الخدمة جوست تو سويعة كيك سويعة ونص تشيل واضح اوكي تنقلكم بعد يا هاني تنكت في زرايرك الزبت في بوتون عن ضبر عمتك اي باري نايك على خير على خير برا نايك بيه فرشيت اليوم لازم بعد الشك طلعت ثلاث مرات في الكهرباء باش نحل الكبوت نمشي نتفقد الواحد وبعد نبعث نبعث ميساج البديس احمد عمل دونيشن نسيت ما قريتهاش ثانك يو يا محمد ثانك باهي ثانك يو يا احمد باهي احمد عطانا كي جي تي اي اخر ما انت بشوال وزوز جيف واي على جي تي اي شنو ولا مكرز على الاخر براس مكرز على الاخر وحب نبكي ما فهمت شو تيوم شنو مكرز وعلاش تحب تبكي كان تحب تبكي جاي تزبي انا برا شوف الانستغرام تاعك شوف واحده زبابير عندك الانستغرام ابكي في حضنهم جايني انا زب حبيب ارنيك وليت نفدك بالطبيعة مع باديس راه اصحاب وحباب وعصبة ليهم من الاخر البارحة جامد يوري فينا في الترم نمك مين يا ودي احترم نفسك احكي الترم احكي الترم السلام عليكم فم ايش اتفرج ايش اسمع ايش ايش اسمع انا اسمع انت اسمع انا اسمع الله يطردنا الناس امشي ما كنا بسكون هذا صاحبي اللي في لك اسمع اسمع سنوة؟ قال لك الدبشك اللي لابسه بالاكحة سكون هذا اها اها البلاك شعب الزر واحد يحوش بالبلاك لانا ما يلوم كالروح تنقص لك زكوك تنعريه لك هذب زي الحوتي وتتقبح معلم اثبيك تحب صحتك نقطع حلقة طعانة طحان
تولت الباك كذا الفرموله نتاعك لنقطعها لك اي عايش ما زابش نشوف بالك لو فما وقت نخرج فيها ولا ما زاد في الانتاب القادم اسمعني اسمعني تعرفها تخرالي في سيدني من اطول ثعره صاحبنا حندرك واحدة كده اخرى فيه هاي هاني بس حندرك انا بهاي نيكم هاني قاعد بدمك تخرج فيك نقص هيلك تحسي فيه الروحة كرك مذل تراك في حومتي ذي بتتقبح سعد خرجك من المجتمع ماكش ناوي تسمع معنا ماكش ناوي تسمع حبش يخرج من الجراج السبيك 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 تحكي ياسر يا معلم ما نحكيش برش صاحب اما نهار عندي وقت نفس ظهر فيك ظهر فيك نيك الذبي ترحم عند لماتك الذبي زي هنا تعرف في راح في الجراج برا اسرح بدل دبشك يا صاحبي برا برا اسرح بدل اقلي وسبي يا باي والله اسمعني كيفاش ندوروا بيه الرذله ونعملوا له وراك كريب المقلوب هذايا والكفاح والله نعملوا له والله الذب قال له لابس بالك حلو ما لابس بالك نزلوا صحيح نزلوا صحيح سرع هاي سيبوه مرهيب سيبوه مستوى مستوى خلي سيبيت لنا سيد هذا كان خرز منا فا لا هذا بصير ولد يجي مسلي والله يجي مسلي والله بصحتك يا كلب انا مسلي قصتي بالعشرين لو عنده اكثر من ساعتين وهو ريكش في الجراج اللي جد طياته هو ريكش تنيني خاذ كيف سيخرج بس يريك تريحة قحش لحيته سيد خلي الجراج نتفش لحيته بابا الغالي شان دور الدورة نحكي يا باج هاي الناس نحكيو معاها هاي لا لا سايب علينا ما الفروخ بو ماضم في هالذب شبك ما تشتيخ تعملت يا ليروي ها تو برك مزيدك عديت فاتورة صاحب معلم معلم يا ودي خديم نعرفك خديم ومعدال زميلنا خاطر عمل كهربت وحلبت بيه يا اخي قلت له قالي بتسالي شكون زميلنا منهم قولي انا ما اعطيني اسمه ما نعرفوش عنده رامز رامز كحله أني خلصت خلصت 3000 اللي عديته الحمد لله يا رب تخلص 3000 انت هاي تنقص لكم تنقص زبي زيرون راني زيرون تحط لكم 5 ملايين زيرون كنت ثنائي اي نخلص 3000 كيف كيف من زيرون تحط لكم 5 ملايين ها فما قالك اللي نسمع نقول لي زيرون زيرون تسمع فيه السيد قال لي نحي لك حل اقسم بالله قالك لبوس ودني زيتو نقارك راكس مسيد خرس مسيد خرس نقارك زبورة عنده عولة تنولوا نفسي بالروز نحن وكاو يا دي خرس كرهبت وغادي هاوك يا ودي قالك حتى من البوس موش خايف منه ما يتوجعش هاوكش بوس هاكا ساعد يتهدد علينا يا ناس يكوب الراس الزبي الولاد كيفاش تكون عنده بيتا لهنا اسمعني او فما واحد من الموب عنده دار محلول لان نمتو نركتو فان وحلو فيه ها ما قلت شوفوا برا اسرع بحدد يا ودي يا ودي شبيه يحكي يا ودي هذا كبير الحومة ما تعرفوش وليش نيّن ما زلت في الفترة التنبيهات راني ساحب راكم في الايامات الجاب شو يا دي الناس برسم يمتكم عطو سبع عطو سبع ولا كان ذو سوابع كنت هيك يا ما يتوجعش هذيك تضربوا طيبوني خليك بيت نكمر في الهواء ما عندي ما نعمل لك احوال اسمعني ساسا راني بس نشوف شوف شوف تاخرنا في حوس بالك الواحد تاخرنا في راني من الاخر نحكي هذه التنبيهات وماذا بكم تخافوا على حياتكم شويه فهمني على انت تخاف على حياتك راك في حومتك في حومتنا تقدر نحكي معكم تو واحد فهمني اما نهارش نشوف واحد نعطيك موضوع نعطيك موضوع والحمد لله اسمعني اسمعني سكون عنده سكون عنده قذاذه بلاش نفهمتو من كرمتو تشوفني منه وريتو الكاتسو يا الزبي يا الكاتسو وريه الكاتسو وريه ها وكثب مرق سوم الزبي يقبل ها طلع يقبل السيد الزبي يقبل الزبي فرش قديم العابد يوقف له حل فمك حل فمك جيد حل فمك جيد حل فمك جيد حل فمك جيد اسمعني اسمعني اول حاجة نحيك الماسك ذاك لنقطع لك فمك الساعة نحيك الماسك قاعدنا في حومتنا الزبي بماسك وزي السيد ومستخبي يا ولد يا سيدي على السلامة خرجوه هذا لا لا لا
سمعني يا ودي انا خوت شفت روح ايوه قالك شوف لك الواحد ما خاطر في كراج قاعد تعرف شام قاعد يتحسن بالكراج زعما يي يي يتحسن بالكراج وكيف ما اشتخر علينا راي عملنا اتصال اكبر هو ما زي طردنا البيبون هذا شنو اتصلنا بكل كبار اللي ينظموا كل شيء يا بكره توني كنت ندخلوا فيها ركيري الذبي بالمقلوب ما يحبس ياخذ نعملوا له واحد بالمعوذ الذبي توي شوف هالسموع تثبت فيها علي واللي حك في الكاس شوف يعطي فيه في الصباع مذو صوابع الذبي يسبع بها مي منيح حب نحشي فيه صبع يا لحظرك يا دي محسس يعني وفي بالكف مش بيك ما ماشي توزع ما شيء محسس السيد دور دور فان دام فضلا ما كاك هني كوم داول علي بصحيح يا الباب عليكم انتو ايس 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 ما كمش نعمل نتبادلوا دباش كمان يا دي سبي يا دي لوبي في حتي بحسني مخشم يا رسل يا دي ثماني ثماني فوت عالفاضة عالفاضة بسنوال ونيتي كيف لك ندور كيف لك فرش حتى يا خما كيف لك عمل تسي سي عمل الرهيب انت يا رهب رهب يا دي برس راح بدل دبشة قريكم يا قاعد ما زلت في الدبشة تنبيهاتها اي خلي نمسكل له مليح وبعدين نبدا نعطي فيه فما عطيك فيه شغلوا فما دزوا اي بابا هيا دور لك التريمة انا سخن الذب ابسن نيكو ابعد شرجي يا بيع شرجي يا السيد ينيك في يب يا بيشد الصف كلكم تقولوا كيف بالنسبه للوين مسكين يا حسن بك شفت الولاد تعرف احنا فاش قاعدين نعملوا قاعدين نعطيو فيه في الدار هيا خويا نخليوه نمشوا على رواحنا صاحبي ما غادي تبدل دبش زاد تسميمتكم لولاها داني فدال تصفيرة كان ذبي خرز من القراز تصفيرة بالله تقول نتي يودي يخرج يشري خبزة ويرجع القراز يارت عيني خدول اللي موت بسر وانا هذا كيش يجي يمس خرجوا البر كيري البر يقيموا له يمس البر يخرج واحدة عندي السيد في عمد فلوس ما يخبص خط ما معاندوش حق يا ما ما عندوش العقل نبداو معاه يخرج يا ناعسة سنو يغادر المدينة يحب يغادر يحب يغادر سابول علي ينسدوه ويقطعوا له الوليبة اليوم غدوة بعد غدوة ما يخرجش الساعة يعمل في الدوانة يعمل في الدوانة لأصحابه تقريب هذا تي ما يخرج جملة راو وين تسكن يا صاحبي بالله احنا بنعرف يا مان نسكن لنا يا صاحبي تسكن لنا في الزب الرزق شفتوه مره ذايا ايه هاك باش تعرف عليه يا صاحبي حومه الموف هذه ولا انا غلط هذيك حومتنا الذب من غادي لو خلينا نسكر من تالي ماشي ساقي باش تصحش يا ذي من البارح الدولة الذيب صار هم البارح لنا من البارح يا اخي ما عندك تحيات يا معلم اللي ما زال بالك حل هنا ساقي باش تتحش الذيب تقريبا زي العصفور نتاعهم من نهار كامل يبعثوا فيه عاود في الكلمة ذي الي نفس منك اصحابي الناس خلصوا فيك باش نردوا اكحلنا لا نجي انت بيلات وقت بتوفى ثرثير مليح تقريبا عطينو ثرثير بطريز يا ابو حميد تحكمت يا زين المطار يا ربي يا زين المطار 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 يا زين المط
وين تسرحوا معنا؟ البرجولية درقلة، البرجولية خويا خايف والله. انا واحد من الناس كان القراض هذا ينحوه ورسم ميم ديك العصافرة كيما هذا من ذبي يندثر وذبي من هنا ذبي. نحب نعيش يا خويا، نحب نعيش، نحب نعيش. قال لي الجروف عوم، نحب نعيش الجروف عوم، نحب نعيش، نحب نعيش. صاحبي راهو البلاك باش ترش اللي باش نقالي بس بلاكش راهو باش تحاكي مش ترقب بالزبي بس تحاكي راهي في دارك اللي انا مازلنا في اللي تاهلو سايب راهو مازلنا تنبيهات بلا يفعل يا الزبي نستنى فيك تفعلنا احنا يوهامي يوهامي جبتو وليه ابا 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 نبي شوفوا توهامي الشعب شوف استنى على سنة بركة مرة نصي وتو شوف توهامي الشعب شوف اخسر 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 ما زلنا في التنبيهات اللي لابس بلاك حتى حسيتي بعد حفظت انا صحيح مازال تحسوك تحسوك كالحاكم الستة هاي كل واحد يشد بلا شوفوا له عصاص يسدها لهنا على الاقل سدنا عصاص على الكراز هو قاعد قاعد والله فكرة تخدم عصاص تشري برا اسرح بدل دبشكم عشان نشوف حتى واحد بلاك والله يا فرق صاحبي عملت عليك بلاي انت كيف تنفخ سلبو وقوم بالله هذاك اللي ما بدلش درشه يا اخو اختي اللي تحب تكلمني تقول لي مرسي ويعطيك الصحه وعجبتني نقولها يرحم والديك وهذاك هو المستوى الثقافي تاعي باش نعبر بيه واللي تحب تسبني نقبل السب واللي يحب يعايرني راني نقبل في طعم الشباب شباب الثوره واللي يحب يسبني نقبل نقبل النقد نقبل كل شيء يا رسول الله يا عيل اما حاجه واحده راني تعدى عليا في كوره كاي راني نيكلو الروم من تاع سكم والقحبه راني نيكلو او مو نيكلو سكم ومو القحبه ما عليش هو حاطها ولا جدوا هذه الرعد دمتي اللي لابس بلاك حال يمتي بعد الدبس اه بارك بارك اللي لابس بلاك حال يمتي بعد الدبس باي اللي لابس بلاك حليم تي يلبس اكحل ذاتي زيد الكح صدق عنده 3 ايام كيف 3 ايام وهو يبرح والله 3 ايام طيارته في الجراج ورا الجراج من غاديك ويعاود يدخل يغادر كان من غاديك يعاود ياخذ الطياره من ورا الجراج ويقول زيبي لا 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 مريض الانسان هذا لطف بر لطف لطف حياته براح معناته برا يرحم والديك كيف نستناك لبسه حاضرة كمانديتها ولا نمسى اي حاضرة اي برا نستنى اي يا الوليد مش عامل ساب يعمل ساب مش عامل لايك يعمل لايك خل نوصلوا 30,000 الليلة جم نستريمي كان في اليوتيوب نورما موليو نستريمي كان في اليوتيوب مش مدخل نورما مول اللي مش لابس لك حل يلبس لك حل اللي مش لابس لك حل يلبس لك حل يلبس لك حتى اللي لابس لك حل يعاود يلبس لك حل تويك هو تويك عنده 3 سوايع وهو في الجراج غادي تو يا سيدك يا حمولي يديه ويلي ومالي بس نضيع حاسك هو متحاسك
اللي باش اللي باش يتحل اسمه لهنا باش يتحندر القر هذا كان اسمع اسم التكت وتسدني من اطول ثعر فيك يا ثعر صديقي ولا تعرف شيء ايش دي اسم ولعة اسم ولعة دي تحب ولعة مهبوط شوي سر هذا اللي عيتوله يا جرسون ذيب ولعة سر هذا هو ولعة لول أطفال ولعة ولعة مهبول شي لول أطفال لول أطفال ذيب ولعة ذي محمد اللي باش تحل اسمه تولى هنا ولا باش تسمع اسمه بتعمل ايه اكبر لما كانت تعمل باش تحضر البر بدل جمرة شكون شي حضرنا كان يبدا في البلاك باش تزيد تحمر بلاك سنيعس 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 اه قلت له حل خيفه نتاع موت شنو وخر وخر مش مسمعني اسمع باش نكلم مول الحاكم ولي باش يجي الحاكم طلع باش نعمل له اي باش نيك نحشي له سويتش بلاي في مكتوبه من غير ما يشلح دزهلو من تالي دزهلو من تالي راح شيها في المكتوب التالي اللي ما يشعرش بي ما نعيت الولاد الحومة يبعدوا وذبي وبعد دقيقة واحد الناس هارك بارك ايوي الولاد اسماني قدم قدم شاكيك قبيت يا ويباي واحد كايتاري ويش اسمه ما هو قلت لك امسي في بلاستي ولا؟ اي مسيت يبو اي وسني صار سني قالوا سني الحكاية قايو معناها قايو باش يكحوا معناها وين قنقوات فهمت قنقوات باش توي عندهم خدمة معناها خدمتهم الصحيحة اي 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 سايس روحك ما تستهبطك هيك اي اي قلت لك حيت باش نسدوا معناها كونقانقا باش تسد بياسر نحن خدينا الزاتية فهمت؟ زت يا فا. سيد زت لا. أي فا بيس فيوس وما حيوقكس دونك عنا بيس خدمة. أي. صحيح. وهو هاي بشوي بيع السياح معنا أبيز فهمت؟ ده هاي كاكا. كيف سلاح أبيز أنت؟ سلاح أبيز ما نعس سكينة فجكاي سلاح أبيز. ما أنت سكينة بسعادة كسك عصاوات حكيت كاكا. هاي. خذيت الدايكسات متاعهم اسمه دايكسات؟ اسمه سي فايسات سي فايسات واف هاي هكاكا اسمه وشني يا اخي وياك هو معايا هو قعد معنا بس ينظمنا فهمت بس ينظم قنقوات بس هيك حياة زوها هذه قنقوات مش قاعدة تعمل في سيدة كيف اسمع مساكل معناتها؟ شنية؟ عصفا مساكل واعي مساكل على كل شيء وسنين ياخر كالك ويا يزعي الكهو ما يحس ما نذكي الكهو وسكونهم اللي كانوا موجودين ويا شو اسمه بوشات متاع الباياس ويفاقوش وخافوا سمع عزم متاع الكارتيال والكيسيب يا ودي اقسم بياه اقسم بياه البايح يخوف اقسم بياه خايف حتى بس نحكي ويا كيسيب ويا يخوف عندهم سلاح سلاح كبير يا ودي سلاح كبير كبير جد كيف اسمه نيكو هومز يا ودي يا ودي سلاح باكاوات زي كتفايس فيه في افلام فهمت اكاوات تسبي متاع الافلام بتاع افلام اكيد تتفايس فاهم يخوف وبيسه بيسه نصلح الكهرباء اي تتحكي بالرسمي يا زبي ويا هات مفتاح سيز هات يا بيك عندك في مايا ذيب الكريك ذيب الكريك وذيب الرد ثكور وعزلة مفسوسة هذي وما عندي سترامب عندها بيسة هي العزية ياوة بوتت شوي اما تخدم مسكر هات احيا باش نجيب هاي كاي شد 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 انا سديت هاي ابط تطبس اللوت تطبس اللوت هاي حطه غادي
يبزق عامله عامله تاك سي بون وشي دي باشكا انا مسحها امريكل امريك هاشماني ناش اه كان احنا باش نعودو نسدو الزاتيه فهمت انا ويويات باش نطيعو فهمت هي ثبتوثي افكتيف اخر من الاصحاب والاحباب وياي فما افكتيف توقع نزيب فيه فهمت اسمه سبيوس قاعد اي قاعد نزيب فيه فهمت اشكو عنده مخيخ وياه فهمت حسنا بمو المخاخ فهمت بس يعاونوني تعفي مساكلي بيعملونا مساكلي يا ودي يا يا ها بتوام تعو في باين زيف زووا باهي معايا حتى مع حاكم زووا باه واضح ديجا يا ونحن اسمعني يا وما يعرفوا ناس بايسه فايسات وبتوام تاعنا كيون زيف الكل الكل جد واضح اما الاخر تثبت روز تاع مسخر اشكون دوكاب اه دوكاب يجي ذاك هو وحيد بتوام تاعو مسخر ابا يا يبستنا يا ما نخرجوا ما نخرجوش بها زمي يا وكان يكون سنة باي خست باب بس نحكي باسم معناها باسمك انت فهم واضح واضح هو الناس مغادي مثمن تعرف ايش قال لي قالوا لي الحاكم مغادي مثمن ودي من غادي يا الناس التدخين اي قلت لك قالوا لك الحاكم قالوا لي حتى كان عنده شنو عملوا له واحد اي زيبي ايش قال لا مار لا مار ايش وفتو شاف يا ودي ماتاي هاقلي يا ودي ماتاي يا اسفما البارح جايز وانا نخدم في الميكانو والذبيني قمة نهار كامل نخدم الذبي وقال لي جايز اتو يا ودي فاش جايز جايز قال لك عايتوا البوسات متاع الجانجز والسنية وعملوا دراس من عصر هو حكالي في التليفون لبرق عطينا حكالي قايايو هذاك قال لي ماشي تقسموا السيركويات ويناحيوا سلاحات وكاو حاجة مزيانة للبلاد قلت له تاو تصرف لنا مع الولاد مسكون ومسمع عظام مسكون ني زيبهم البوس قلت له لا نعرف قال لك سلطات عليا ماك تعرف صحاب اكاوات وسلاح الكبير مافيات ولا مدري شني معناتها سلطات عليا يا ودي من الاخر جابك يقطعه لك انت تفكر هكا ولا هكا راك صاحبي تقصد بسلطات عليا معنت تقصد اني هما معنت كبار معنت ينظموا يعني يا ودي في ديهم كل شيء عندهم عينين في المدينة الكل عندهم منافذ عندهم سلاحات فلوس عندهم سلطة في المدينة كما نقولوا نحن يا سلطات عليا صاحبي كنت فكر يا ودي عندك فرد بك عابر وتحب تحشي روحك ماو يا دي كبل كبل يبسي يبسي الجراز وي هل شنو حكيتو سيد لي بلاك يتقبح نياس يتقبح هذاك يتقبح ومبح اوكي رجل نسأل عليك اللي لابس باللكح ولا سنية يمسي يبدل ولا سنية ومن عصبة بقالك عند تاسا يام وهو يبرح في القراز بيه اوكي رجل نسأل عليك واضح ابرك هي هبتني جاك تريد تاعك الفسبة عايز قولك في الكسير اي الكسيبه والدم يعني حبوا انت ترجع الفاميلي سيبوا وين برا نرجع الاخضر راي يتنكت اطلع يا بسوي هاي بسوي يا ودي فاميلي زيز باك نكذب يا باك الذبي باك لاتر ولا مات ها 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 خش ايش بعد شوي كحله بعد لحظه برك يا
نس ونسرو موتور. قص واتفاق بابا دروب يب هذيك اريدو. نور ما مرجع شباب مار شو اسمه الشين بتاعو ما خلينا نشوف الشين بتاعو نشوف الشين بتاعو نعمل عليه طل مش موه وحطوا له لايك سبسكرايب لزي كبدي اخويا وكل شيء نعاونه وما دبل هاي الناس كل تمشي فكر دير ولا نمشي على روحي نستحق ايه وينك يا صاحب تفضل ايه لا يا فما موتور عندها عينين اللي فيها الجمجمة فماس واحدة أخرى فيها عينين غير هذيك والله واسع بالك لحظة بركة شوفوا معي لحظة بركة تحب فيها عينين انت معناتها كيفاش العينين بالضبط خاطر فما جوست كزوز عينين معناتها زوز فنارات متاع ضوء اي فنارات فيها عينين هكاك باهي هذا ما نتصورش ولاد وصلوا وانكا سبسكرايبر كل يمشي هو راه اسمع سانت كريس سانت كريس اللي فيها الجمجمه هذيك راهي تبكي حطها في الاحمر خويا عينين الجمجمه الناس الكل عندها من هذيك خاطر اخويا برج ولي راهي مزيانة على الاخر اما راه ما يدوروش بها على فكرة مش نشوفها ديما في المدينة يعطينا واحد يعطينا بدا ثوم هذيك هذيك اخويا ثومها 99 99 فرنك 99 مليون لا برسة عملي ثوم برج ولي هيا لحظة مالا تنجيك لحظة استناني عملي ديسكاونت تك اليوم في دال رانيو مرحبا لحظة برك سنياس سنياس سنو وينك سنياس صفا ولا الحمد لله سنحوالك انت والله الحمد لله شنو الجو شو ما جديد لا يسوي به يسوي به تستحق شيء لا مستحق شيء ميرسي بوكو وصلتوه ولا شباب يودي من ما عادش حد شيء الوليد على الوانكا يمشي زير ستين نورمالمون
اوكي بس هاي كيفاش تسوي كان درك 80 وعندك ثقه فيه باقي انت لا نربح فيك راه من الاخر نربح فيك 4 ملايين راه واضح اعطيني هاي ياك هون تا هاي ثانك يو جايز ثانك ثانك يو شير عندي زعماش خويا وسع بالك معايا برك خلصت لك الفاتوره وني جيتك يا اخي قلت لي شوك حاجته باين شنو فيش حاجته باين ولا تولت نضحك على روحي والله يا زين هذا نقاف الشات تكلم عو دايما فهميش عليش ما حاجتوش بيّن المامو جا حاجتو بيّرة وجيني ولا بعث المساج ولا يحكي ها صاحبي وينك انا جيتك واضح موفي تيس ما نجمش موفي لازم هو يتموفى وحده كي باش موفي هنا باش يدخل يسمع الناس الكل فمش علاش خلصت ياك الفاتوره اي خلصت لا ما خلصتش عديت لهم ولا نسيتك ولد عم عندك برمي ما هو لا ما عنديش المره ذي اخويا خاطر السياسه نتاعنا اخويا رانا نبيعوا كل العباد عند البرمي لا نخدم كان ثيام مس مسكل عندي بروفدوار شو عندي بروفدوار شو هذا اسمها تصريح بالسياقة معنتها مازلت ما خذيتوش يعني برمية ما اخو كان الواحد الكود فهمتك اخويا وين اخويا مزيان في الاحمر فهمتني باش تزني كانو انت يا اي هاي لحظة برك ما نجيبش موفي باش يدخل يسمع الناس الكل يا اخي وظفات باش تفهم يدخل كي باش موفي انا باش يدخل يسمع الناس الكل ان جيم اللي هذه حاجة ما نجمش يلعب هو كيكا ميرسي برا ربي عين يا ايدي ذا كل سيف الاحمر هاي يا في الاحمر هاي سيدي ذا هاي حمرة ما تستحق في اللقة الحمرة هي كانت عملها لنا بلاك مات فهمتني يزيدها اللقة الحمرة تشوف كيف تخرج لا هاي عينها سيدي ذا تسعى باللحم اي العينين باللحمر تاريقلها شنو المشكلة بالضبط رجل ما نعرفش عنده مشكلة في التيس قولي سكر عاود يحل التيس يعني سكر عاود حل التيس يعاود يفسخ وجه من أول ما نعرفش السلام عليكم السلام لاباس الحمد لله وينك لاباس عليك والله يزوي بيه سنين حوالك انت الحمد لله وينك اللي كانوا شنو جديدك والله صاحبي هاني صاحبي زوي باهي الحمد لله صح الموتور تو يعطيك الصحة اي تو مبروك مبروك هذيك العاد نوار مات وفيك اللقة الحمراء كلها نوار ولقة حمراء اي صاحبي
بروبلي. تحبها حمراء هكا ولا نشوف؟ لا لا عرفت النوار اكثر من الاحمر. كيفي؟ النوار عملوا اكثر من الاحمرين. لا واللقا هذيك نشوفش نعمل حاجه اكثر من الاخر. بيان 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 زميلي في العمل للناس. عديلي عديلي فاتوره تاع. ياي قدا قدا مليار و200 50 مليون 50 تحب هكا تحب هكا داي يا امريكا تو كاوس ورا فاتك فاتوره ناي دقيق ورا خلصها توي اسمعني ما دامك زميلي انت في العمل ثم الساعه 10 ملين تلف ها اسمعني عادي لي 50 مليون اخرين هاي وين عديلة مش ولا مش ولا يا يعني مش نطلب وشي اسمعني عديلة كمية او كم 50 اللي كنت او 50 اللي انا يا دي يثي من تقوى حيب شركة يا عد يمثي قلت لك عديلة 50 عديت 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 هي الفلوس كي تخلص اه موتورك اي واضح واضح تشري واضح. تشري نوع هذا بعد بعد قاعد تحتاج قاعد هذي بثمانية وثمانين اه خنزو فيها بقريت زكا تحب تبيع لي بيع لك خمسين لا فران لا موتور لا سسبنسيون لا ترانسمنسيون لا تيربو لا نتليكس خمسين الناس نعرفك انت تفهم فيهم قد ايه تعمل مثلا هذي عديلي عديلي فاتورة بمية وعشرين عدي هيا بعد 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 اوه الفلوس سلموا عليك ناسي وحبيبي جملة وبالحملة ولا صحة لامك انت يا ناس عندك الفلوس ولا ولا اتخذت ايامات انيك بعينك عين يا برو هيا الموتور الكارديلر ب 88 تسعة بخمسين هذي تطلع كفايه صاحبي هذي شو ماخر برو شو عم تتكلمني ما دام يا اخي سكوني قاعد يخدم في كهرباء بالله مع الزب يا خاني النيكو اها فارقة معلم ها لا يعني الزبي تخدم في كهربتك الزبي على حساب زبي عليك الزبي انا اقول له عديلي فاتوره الزبي ونسينا يلقى فلوس ما فماس الزبي عديت فاتوره عديت فاتوره ب 300 مليون واس الزبي والموتور تاعو ما رجلته تتكوح على الزبي والسنين يا الناس انا معدي 60 مليون يا الناس يا ودي قلت لك 300 مليون وكربه نزلت تو ما عملتها فول ابجريد فول ابجريد تاع 150 مليون انا نزي وهو ينيك نقول بالك سبحان الله اخذنا وافي بالك سموني الناس يا الناس يا الناس هي كفايه 20 انت اخر مره توعدت 120 زين 120 هاي انا نعدي 120 تحسبوا لي و50 50 هاي زيد قداش عديت المفاتور انا 80 كهرباء واحده في 50 ثلاثه 50 و120 قداش يزو 50 و120 سوا معناتها باهي معناتها انت تسوف في الخزنه كيفاش يدخل فيها انت تحسبوا لي في الموتور والله عديت زوز 50 و120 اي انا الموتور سبين تو ما لازمش نعمل فول ابجريد باهي الناس 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 بيه انا عديت التين بيه هاي
قديت توا بثمانية وخمسين. هاي هاي كيفاش حشيتو لك الزب النار؟ هالزب هيز 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 لعملت فيها ارمور، لعملت فيها البريكس، يا لعملت فيها حفاية. شوف واحد ما قد شايب اللي لحظة شوف هالموتور هنا محلولة يا زلمة، هاي محلولة باش عديت فيها انت هي. يا ودي سوف انت وحدك سوف باه معدي فيها تيربو ومعدي فيها ترانزميسيون هاي ومعدي فيها سسبنسيون هكا ها ومعدي فيها الانجن الانجن اللي بكا تيجي شوفه ايه الانجن هذاك ب 120 عديت في الاخر عديت ب 100 وحسي يقولك ما لقيتش ال 20 اخرى ويني ما فهمتش زدت بس معدي البريكس هذا ب 2000 فرنك ما لقيت باه البريكس اجا شوفها يا الناس اجا شوفها كيف تروح باه السسبنسن هاون فماس ب 2900 ما فهمت السسبنسيون هذاك ايه ما تعاودش تعديه يا الناس علاش علاش اهبط وعاود اطلع باش تلقى ما تعديش زيد تعدى مره برك هذيك فازه في يعني فما واحد ما يتعداش فيها عاود اطلع ما باش تلقى ما عديتش سيمك بيك وانا نعدي نعدي عندي ياكلي فلوسي صحيت كاو مش تعاود باش تلقاه ما تعديهوش عندي جات عارفه فهمتني خزنه منقوبه معناها معناتها انت تحسي لي معناها جاوك به نيك زبي اي سيزا كيف اسمه نيو اي نيو اسمه نيو ما تبدلوش علاش على خاطر هي توا في الظلام يولي عينها احمر اه باين نحب نحب سموك اسمه سموك امشي للويلز اخر كعبة هيك اخر روحيه الويلز تلقى اتفل فز فز اتفل تنقدها فز فز تنقدها لك واعملها لحمد رسول الله ستيكرز فيها ستيكرز فيها فيها دقيقة بيه خارج الريزيرفوار نتاعها فيها ستيكر الزنبور بيه وين ستيكر اهبط من اللوطة وانتي طالع تطلقها ستيكر ستيكر ستيكرز نتاعها في سبعة ملايين اه ولا فيها فيها اسيبي كيف ما خميس على فك فيها فيها جوابي فيها ستيكر الزنبور في اللحمة ميضاقش بسبعة ذالي ولا حاجة هكا ستيكر كلهم بسبعة هاي طيب نعثني مصدر ملوالك ميكانو اللي كيف آه. كيف قدلو يا ايش اشترك حالك ايش الراح الراح بارت حل 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 فميس فرق اوه تحب فيه هاي تسمع كلامي في حاجة فميس واحدة زبورة معي تسمع كلامي في حاجة شوف هذا زبورة قد هاي كل اسمعني لحظة بارك قد هاي كل في النوار مات وبعد حط لها اللقة متاعها في الروج وبعد اخدم ستيكر وستطلع هيك في الرأس باهي يجي اخدم طابور عملتها انت يجي باهي يجي وشفت حتى ال باهي توباك تسمع فيها اذا اذا شفت شيرة الترواج حتى ذيك تتبدل ليمي كانوا يثبي والله بليك هذيك نشوف ستيكر ملكي سموك كي بدا تاعها لون ولا يصير بن باش نعطيك لون باهي على الاخر ما عجبك الشقه وراجع حولك على حسابي يا هذا مش الشمشوم يا بدي 64 مليون يا صاحبي زيد عايش كلام العباد هكاك شمشوم زيد عايش يا ستار نعطيك فاتوره اي 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 حل الموتور كان يعني السكر راي خلص هاي جات خلص ايجا نمشي وغادي يعني غادي خيري ترى نضرب النار تو زي كهربت وكا يا طفل اللي جا حاجتي بيع يا طفل وين يمانش باش نضرب والله النار ترى نضرب نضرب الكهرباء هادي بتاع الناس تقول لي سوحلت وحلت مش نجم انت انت واحد وحدك نفس بدل بار راي شد بار راي كم تطلع فيها وقدمها راي. بعد بعد ومر جوانت كلاس تفهملها بعد بعد الناس بعد يا دي بس هنسيني تحيل على الفرامة اوه ازاي اه وسكر بعد ركح للموتور معناه ميتانو ميتانو روز بيبي روز بيبي روز بيبي بعد 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 لا لحظة،
يا ودي ما ولد بالصبيح جيت الرجل في كرهبتي يا اليوم يا البارح والله ماني عارف نسيت وانت دخلت وهي شمشوم شمشوم يخش بك واحد ما فعلت شمشوم تم تدغرك انا اول ايش نعمل لك يا ودي ثنيه تدغرك يا معلم تسمع تسمع بدي نفتلك والله بتحب اني كنا نحلم معلم والله نفتلك يا نياخ مونا نزب امس زنيك بمطرقه سبت ثانيك بمطرقه يا سيانه انا بمطرقه تحب اني اكبر ليش يا نياخ سنو فما 100 مليون ونيك تدغر مث مث داو تفهم في الرعب ليه فول يا سيبوكي سنوه ديك 70 ما قلك 70 70 سنوه 70 فول امتياحة داو 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 ميتانو 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 يطلع يا نياس اللي خرافة ميتانو ميتانو يا ميكانو يا نياس اسفام يا دي شريك اللي كرهبتي يا ودي برا نسلم هو ماري قلنا بنسبة تاوري قلنا ماني سوى سيرفيس نوى فاركة عم شركة لك طور ريزرفوار نيقو فيك علي او كحتيك في النوار مات ولا ولا حتى كارديلر قال لي اعملها في النوار مات يا اي كيما انت انا كنت اعملها ايش بس نقول لك انا قلت لك يدخل قل لي يدخل ما بنتخشش قل لي يدخل يدخل هما فرخ الذب يكون ميتانو ميتانو شنو يقصد به؟ ميكانو ميكانو ميتانو يقول ميتانو كيف يسيب ولادهم يخلوهم لهنا مطيسين هاي الناس اللي نحكيك عليها هاي حلو نخلي لهم هاي باهية هاي باهية انا حاجتك باهية هذه النقطة حاشي بيك انترنت بس سموك ما قديتوش انت يا تقريبا قلت سي سي بس ما سموك شنو حطوا لك بالك خرب يطلع شبوب على الاخ دانو 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 ميكانو ميكانو سي موتو سي موتو ميتانو لا حول الله يا ربي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مريض تقريبا سيدنا تسبيك هولاد تسبيك فهم ميتانو موتو موتو روج اي روز بوم بوم اي برشا حلس برشا حلس ميتانو ميتانو برا اي ميتان برا برو خلينا نقربو قولو قالنو لانو قالو لان جن 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 قالنو ميتانو ميتانو قالنو قالنو ميتانو قالنو سيدي مسكين مسكين مع المهوس انو هو ايه يتعلم عنا احنا اخويا تقريبا الزبي هذا كان هو سنين بس يعمل موتو موتو جيفي تستي تستي موتو جيفي تستي موتو برا الله لا تربحك انت وال برا الله لا تربحك انت والوقتك تستي موتو تستي موتو دي سيديك وحدك دي كانوا موتو برا الله لا تربحك برا اخرج برا معلم برا اي تيتي اذا مسنيكك من المحل الزبي بس المطرك منه امسي نايك دانو 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 اخرج نايك هسب اخرج نايك اخرج ايه هذا الموضوع صحيح صحيح دي ما عملنا الفضح الفرخ اخرج نايك اخرج نايك طلع عليك اخرج وحلت يلا اللي يوحي سني وحلت كنت وحل يطلع ناس وقد ادخل الفرخ لك الكيج وك الفوزير مش تتقلب لك السلسلة اللي على اليمين اللي كتولي خبر وين قلت لي اسمها تي بي فيل تظهر لي فيل كحزاك شو اسمها قداز هي فرقة قمسة شوف شوف لي فيل خدين موتور اسمها كوم ولي تحت البودي بودي بارت بودي بارت هاي بودي بارت هاي نمسة البودي بارت نا اثنين نعمل وين ادخل ادخلهم الكل الكيج واللي بجنبع الكل ادخلهم ماني يا عارف الفرقة كفلك النظار ليش اه هاي كاي صحيح الجغل اه هاي كا الجغل لحظة فرقة هم تلاسة هم اي حط احد شبابك هايكا تظهروش واضح واضح هايكا قاعدين يتبدل تشوفيها ما تشوفيها هذا جيب هذي بالكياس جيب حتى 220 اكثر 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 حطوا هذي سبوبة تطلع لا 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 اي اي برا ماشي
ما زالوا فما حاجات اخرين فما هذه في البلاك باه شفت انت هذه البلاك هذه اللي كنت تاعها هذيك راه كي تبدل اللون السيكوندير هذيك تاع البلاك راه هي حتى لونها هي يتبدل ما نحطها هي فما تول حرام نجي نخمم باش نعمل حاجه ضويطيه بحاول اعمل شوك مون طويل خاطر هي الموتور هذيك تسايب لها الاكسيناتور تخرج نار قوي هذه بعد بعد هذبه يا معلم بعد تجي اقول لك والله ذا مرت حركت اي خليه ذا عندنا المفيد حاجه طويله خاطر تسيبك النار حاجه كبيره الناس دي مزيت الكروالي على جنب تتبدل الريزات نيام سنسوفهم الكل قدر الموتور هذا فرق مكتبه ليه 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 يرد بيك بدلهم هذوك عليه؟ لا ساعة لا مزيانة ذي لا مزيانة تلا حتى تو مزيانة يا بلدي بغداها بغداها انا نشوفها هكتني في الراس مش عارف فهمت فلوس عطتنا ليه ليه انا نسيم فلوس انا ما نجمش نعديلك 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 سوف سوف فهم حتى البرميل هذا انا كلهم حاطهم مشابكين برجولين خضر شخت عليه وهي مشابكين تاع السكيلات اللي انت تنجم تبدل هكا خير الناس صبر عمتها هكا شغل تخلى ادي لحظة غادر ونجي انا الولاد يلاقيني لا هيد نعم خلي بدل شغلو لا خلي مغير تربو نحسب لك
بهتو باش نبدو ندخلو في روية احنا معاهم كان يعس طايروا شوي الشك ما عجبتنيش برشا ليك كان الموتور سيبني كما كرست نبيعه كمنظر زبورة اما ك ايش ستيل انت Chill and stuff, you know? Like, really down to earth, man. He, like, got his assistant to make me a kale juice.